تبدأ وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة رفع حظر صيد الروبيان ابتداء من اليوم، وذلك اتساقا مع القرار رقم 18 لسنة 2020 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان خلال الفترة من الأول من فبراير ولغاية 31 من يوليو. ويأتي هذا القرار للمحافظة على الثروة البحرية بما يسهم في تنمية هذا القطاع وحماية المخزون السمكي. والجدير بالذكر أن مملكة البحرين تجرم قانونيا استخدام شباك الجر القاعية على مدار العام، وهي الشباك المستخدمة عادة في صيد الروبيان.